قضية اللاجئين النهاردة قضية كبيرة جدا جدا شاغلة بال العالم كله، وقد ايه هي قضية فعلا مؤثرة، وقد ايه المشاهد اللي شفناها من الناس اللي كانوا بيعانوا نتيجة التهجير ونتيجة التحرك من بلادهم وخصوصا في سوريا، الامر صعب وقاسي ومؤذي لمشاعر كل الناس. الحقيقة بيلفت نظري جدا ان المسيح اشترك معانا في الالم ده. لو انت لاجئ، لو انت حاسس بالظلم والقهر، لو انت حاسس ان الموضوع صعب، المسيح عدى بنفس الألم ده. المسيح كان لاجئ في مصر. الموضوع ما كانش سهل وما كانش واضح. اللي حصل عند إيرودس في القصر ما كانش واضح عند يوسف والمطوابة العذراء مريم. هو فجأة جاله اختار اتحرك حالا، خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. اتحرك بطفل وأمه فجأة. ليه؟ لأنه هيرودس عايز يقتل الطفل. هيرودس نفذ المخطط الشرير بتاعه وقتل كل الأطفال في مذبحة تاريخية رهيبة حصلت في بيت لحم. كل الأطفال اللي من سن سنتين وأصغر اتقتلوا، اتذبحوا. المسيح هرب لأرض مصر. طب هل الرحلة في مصر كانت سهلة؟ بالتأكيد لا، لأنه كان في 3 طرق يودوا لمصر، طرق ممهدة. يوسف ما خدش واحد من دول. الكلام ده مش مذكور في الكتاب المقدس، لكن تاريخيا مثبت ان يوسف خد طريق صعب علشان يهرب من هيرودس. واضح جدا انه اي حد بيحاول يهرب مش هيمشي في الطريق ممهد او طريق معروف. رحلة المسيح في مصر برضو ما كانتش سهلة على طفل. طفل بيسيب بلده، بيتعرض لثقافة جديدة، بيتعرض للغة جديدة، بيتعرض لمجتمع جديد، وكمان مفيش استقرار. المسيح ما قعدش في حتة واحدة في مصر، ما بين الحدود والدلتا، وصل لغاية أسيوط. يعني مثلا المسافة ما بين القاهرة عاصمة مصر وأسيوط في صعيد مصر تقريبا 400 كيلو. بنتكلم على وقت ما كانش فيه وسائل مواصلات أو حاجات زي كده. الموضوع ما كانش سهل، وإحساس اللاجئ أكيد مش إحساس سهل. لغاية لما جه الوقت اللي اتطلب من يوسف أنه يرجع تاني علشان المسيح هيكمل رسالته في اليهودية. رحلة المسيح لمصر الحقيقة فيها معاني جميلة جدا، لكن كمان لازم نلفت النظر وناخد بالنا ان الموضوع ما كانش حدث وخلاص، لا ده كان مذكور قبل كده بكتير. هوشع يقول ايه؟ من مصر دعوت ابني. ايه الموضوع؟ الموضوع ان الاحداث المتعلقة بميلاد المسيح معظمها مكتوب من قبل ميلاد المسيح. ليه؟ لانه اللي جاي شخص غير عادي، شخص مش زي اي واحد، الله الظاهر في الجسد. ولأن الله شايف المستقبل وعارف إيه اللي هيحصل، فبيتكلم من منطلق واحد شايف الأحداث كلها وبيعلن. الإعلانات عن إنه المسيح هيتولد كانت بتزيد 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 وبتكتر. زي ما وقفت عند الجزء الإنساني في الموضوع، عايز أقف عند الجزء النبوي. لما نقول إنه شخص مكتوب عنه نبوات وتتم بحذافيرها، لازم نقف قدام الشخص ده ونشوف هو مين، طبيعته إيه. ليه يقول من مصر دعوت ابني؟ احنا محتاجين نقف عند الكلام ده ونشوف ايه معانيه، ونشوف الله وهو بيتكلم وهو بيوضح فكره للانسان، ونقف كمان عند تتميم النبوات وهي بتحصل. الحقيقة امر عظيم جدا انه نلاقي المسيح بيختار انه يشاركنا في ألمنا، يختار انه يعيش لاجئ. بالمناسبة في ناس كتير بتتكلم عن انه الله مداش الحرية للانسان، ورغم انه الله في سلطانه يبيد ويفني هيرودس، لكن ما عملش كده. احترم حتى إرادة هيرودس وهو بينفذ الشر ضد المسيح شخصيا. المسيح كان بيعاني بسبب تصرفات هيرودس الشرير. هيرودس ده خليقة المسيح، المسيح خلقه، المسيح هربان منه. احترام كامل لإرادة الإنسان. الحقيقة احنا قدام مشهد فيه أبطال كتار، قدام يوسف النجار بطل عظيم، قدام المطوابة العذراء مريم بطولة مطلقة، قدام المسيح وهو بيقبل انه يكون لاجئ. لو انت متضايق ومتضرر من ان انت لاجئ، حاسس ان الموضوع صعب جدا، انا مقدر، بس الاكتر ان هو كمان مقدر لانه عاش اللحظة ديت.